السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمينة بن علي. اليوم باش نمشوا مع بعض للمطبخ اللبناني وجبت لكم منه سلطة صحية ومفيدة وبنينة على الأخر، اللي هي سلطة بابا غنوج بطريقة سهلة وبسيطة. نشوفوا مع بعض مقادير سلطة بابا غنوج اللبنانية. المكون الأساسي في سلطة بابا غنوج هو الباذنجان، عندي حبتين متوسطات الحجم قيمة 500 جرام من الباذنجان، عندي قطعة خيار صغيرة، عندي حبة فلفل، عندي زوز فصوص ثوم، حبة طماطم، ورأس بصل متوسط، وعندي شوية معدنوس وريقات كما تشوف. هذه المكونات الأولية لسلطة بابا غنوج. نتعدوا تو مرحلة التحضير. كما تشوفوا معايا جبت مقلة، ديما نحط فيها المشويات في الفرن، مقلة تبدأ اليدين متاعها إينوكس ولا حديد، يعني صالحة لدخلان الفرن خاطر باش نشويهم في الفرن. المهم ان المقلة هذه ديما نستعمل فيها في الحاجات اللي نحب نشويهم في الفرن. غسلت الباذنجان مليح وحطيت القطعتين باذنجان في المقلة. تو باش نحطهم قيمة 30 دقيقة على درجة حرارة 200 لين الباذنجان يتشوى مليح. بعد لا حطيت الباذنجان في الفرن يتشوى، غسلت الخضار اللازمة اللي شفتوها معايا، تو باش نبدأ نقصها معاكم. نحطها في صحن كيف هكا بجنبي ونكمل بقية الخضار كاملة ونحطها في الصحن نفسه.
شوفوا معايا الخضار كلها قصيتها، توما بقالي كنقشر معاكم الباذنجان بعد الاحضر. توا حبيت الباذنجان طابو وبردوا شويه كما تشوفوا، كي نتستيهم نحط صبعي كيف هكا، كان القشره هذه محروقه راهو طاب. كي تبدا القشره نتاع الباذنجان من فوق محروقه راهو الباذنجان طاب كيف هكا. توا باش نقشرهم معاكم نحو الراس اللي تنبت منه. بسم الله الرحمن الرحيم، نسلخوها بالشوي بالشوي باش ما نخسروش منها كيما تشوفوا معايا. هذايا ما نخلوش يتنح مع القشره، نحو كل القشره. كما تشوفوا معايا كيفاش قشرتها، نخلو كانك البلاصه المحروقه. كان نهزو قشره كامله ما نتحصلوش على القلب نتاعو. بنفس الطريقه نحي الراس منين ينبت ونبدا نجبد بالشوي بالشوي كيف هكا. كما تشوفوا معايا نظفت قطعات الباذنجان ونحيت القشره كامله، ما خليتش فيها القلب، نحاولوا ما نخلوش القلب نتاعها كما الفلفل كي نشوه ولا كما الطماطم، ماذا بينا القلب نتاعو كله نستغلوه. توا باش نقص معاكم الباذنجان في نفس الصحن، ما نحطوش في اللوح، نحطوها جانبا ونقصوا بالشوي بالشوي، نحطوهم الكل متلفتين لبعضهم. جبت الصحن باش نخلط فيه سلطة البابا غنوج، نحطو فيه الباذنجان المقصوص. بعد ما كملت قصيت الباذنجان، تو باش تشوفوا معايا هذه الخضار اللي حضرتها معاكم، حضرت معاها شوية زيت زيتونة، شوية عصير الليمون، شوية رمان. سامحوني الرمان مشو كيما الرمان اللي عنا في بلاداتنا العربية، يبدو لونه فاتح كيف هكا، غير حبيت نحضر لكم الوصفة بمقاديرها كاملة. جبت معاها دبس الرمان، ملعقة أكل كبيرة، عندي شوية ملح وشوية فلفل أكحل. تو باش نتبل معاكم سلطة بابا غنوج، عندي كيما قلت لكم شوية فلفل أسود، بسم الله الرحمن الرحيم، نزيدوهم شوية ملح، وعندي عصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، عندي شوية الثوم نزيدهم ونحرك المكونات مليح. كما شفتوا معايا حركت المكونات مليح. توا باش نزيد الخضار، توا باش نزيدو قيمة الفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم، قيمة الطماطم وقيمة البصل،
نحرك المكونات الكل مليح. نزيدو زوز ملاعق زيت زيتون، نعاود نحرك مليح. السلطه نتاعنا حاضره، نجيبو صحن التقديم، هذايا صحن التقديم اللي باش نحط فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت السلطة في صحن التقديم كما شفتوا، تو باش نسويها معاكم. تو عندي الخيار اللي هو الفقوس، تو عندي شوية الرمان، تو ما بقالي كان شوية دبس الرمان وشوية زيت زيتون باش نعمل خيوط في وجه الصحن. نهزو منه كيف هكا، نهزو يدينا الفوق ونعملو بها خيوط. سلطة بابا غنوج حضرت، هذا الوجه النهائي متاعها، وصدقوني المذاق متاعها يجي من أبان ما يكون. إن شاء الله تعجبكم طريقة اليوم في تحضير سلطة بابا غنوج اللي هي طريقة صديقتي اللبنانية. وماذا بينا كل مرة ننوعوا حاجة وندخلوا الأكلات العربية والأكلات الشرقية لمطبخنا، تتفاجئوا بالمطعم متاعها بحول الله. وكان عجبتكم طريقتي في تحضير وصفة اليوم وعجبكم محتوى القناة، ما تنسوش باش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة، وتتقاسموا الفيديوهات متاع القناة مع أهلكم وأصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إلى اللقاء في وصفة قادمة عن قريب. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.